في فوائد المدرسة. أول شيء أنتم الحين ما شاء الله عليكم تعرفون تقرون تكتبون. لو أن واحد ما دخل مدرسة كان لا يعرف يقرأ ولا يكتب. طيب المواد الثانية وهذا كلام الطلاب ترى بعضهم يقولون يا أخي في مواد ما لها داعي. الرياضيات ليش فيها سين وجيم وتربيع وضرب وقسمة ومدري إيش؟ أنا بس أروح البقالة أقول له عطني عصير وأعطيه الفلوس. ما أحتاج إني أدخل رياضيات يعني ما بقول له سين تربيع تقسيم راء اللي يجيب عصير. لا ما في صح؟ بس إيش فائدتها الرياضيات؟ صدق إيش فائدتها؟ ليش الرياضيات هذه والفيزياء والكيمياء ما لها فائدة؟ إلا لها فائدة. أتوقع عقلك عقلك مدارك العقل تتوسع مع المسائل الحسابية. عقلك أنت الآن إحنا ولدنا بطون أمهاتنا مستوى الذكاء عندنا والعقل تقول يمكن واحد إلا إذا في فروقات أو شيء يعني في الإنسان أو مرض أو شيء. بس كيف الواحد عقله يصير واسع كبير ما شاء الله عرفت يتوسع عقله بالعلم بالمعرفة بالمعلومات بكمية المعلومات اللي يأخذها. هذه أول فائدة المدرسة. أيضا موضوع الأصدقاء. أنت ما عندك أصدقاء يا تميم؟ تعرفت عليهم وين؟ أعرفهم من يوم أني دخل ولا ابتدائي. يا سلام في المدرسة صح؟ طيب نواف عندك أصدقاء؟ ألا يا سلام عليك. وين تعرفت عليهم؟ تعرفت عليهم بعضهم بالتمهيدي. تدري في ناس بالتمهيدي أيوه؟ كانوا معي بالتمهيدي قالوا معي نفس المدرسة ما كنا ندري عن بعض أصلا فجأة أول ابتدائي بالأسبوع التمهيدي يعني تعرفت عليهم في المدرسة. شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.